يا دكتور باشا، انت عارف اني ما بدخنش يا جدع. ولا انا وحياتك. اخر حاجه كنت اتصورها انك ما تعزنيش في امي. ما جتش العزا ليه يا عم سامي؟ الباقي في حياتك يا جابر. ده راجل. اسال دكتور باشا انا عملت ايه عشان كنت مسافر. عملت ايه؟ وحياه النعمه دي يا اخي انا ما عارف انام من ساعتها. على فكره يا جابر، لولا سامي كان زمان البوليس عندك في البلد، كانت هتبقى فضيحه كبيره قدام اهلك وناسك. لا كتر خير، هو البوليس عاوز مني يا سامي، وانا اللي كنت بغش في الدواء ولا انت؟ انا ماليش دعوه بالحوار ده يا جابر. الكاميرات هي اللي مصوراك وانت بتسلم الدواء، ولما سالوا الدكاتره قروا عليك. اللي انت فيه ده بسبب البلوه بتاعت التصوير الجديد. انا لو كنت اعرف كده كنت بعت حد غيرك يسلم الدواء. يوجعنا فيها، تيجي معايا دلوقتي واخد جول نشيل شلتك يا سامي. يا ريت كان ينفع يا جابر. لو ده كان هيخليك انت اللي بره وانا اللي جوه ما كنتش اتاخرت، على الاقل كنت نمت الايام اللي فاتت دي يا اخي. بس انت كده كده لابس فيها. بقول لك الكاميرات مصوراك والدكاتره قارين عليك. كل اللي هيتغير في الموضوع ان انا هبقى جنبك في السجن. لكن انا لما فكرت فيها لقيت انه لو حد فينا بره والتاني جوه هيعرف يبقى في ظهره ويشده. وانا يا جابر في رقبتي خمس عيال وامهم، مين هيشيلهم؟ لو شاري مني يا ابن عمي انزل معايا دلوقتي عند المحامي يفهمك المفروض تعمل ايه. وطوعني ما تسدش قدامي كل السكك اللي ممكن اساعدك بيها يا جابر. ما تخليش قدامي حل غير اني اخلع واسيبك لوحدك. انت بتقول ايه؟ انت جنيت في دماغك؟ يعني خايف على بيتك وعيالك ومش خايف على بيتي؟ ما تدمر حياتي ولا مقطوعه ولا ايه؟ انت هتمشي معايا ده لو كنت سلم نفسك وتقول اللي انت اللي عملته. نزل ايدك دي؟ هي غشوميه ولا ايه؟ ما قلت لك يا جدع هنوقف لك محامي ونقف وراك، مش وقت بقى. يا جابر بطل العند اللي انت فيه ده يا اخي. يا اخي انت اخويا يا اخي وانا بحبك. عاوزني اتحبس مكانك جدع على يا فاجر. طب خلاص يا جابر انزل يا جابر واعترف وقول لهم ان سامي اللي كان بيديني الدواء. شوف مين اللي هيصدقك يا جابر. ما تكحتش على الخراب يا جابر. استهدى بالله يا اخويا وانا اوعدك هوقف لك محامي مش هخليك تاخد فيها يوم. بس ما تجيبش سيره سامي عشان اعرف اساعدك. ما تجيبش سيره سامي يا جابر. ما تخافش يا سامي، لا اشتكيك ولا اعترف عليك. احنا مش لسه عيال صغيره في التخته وراح اشتكيك للناظره. انا ما بعترفش على حد. انا عارف اجيب حقي كيف. كيف ما دخلتني، كيف ما طلعني، والا الله وكيل. على قد ما اخد سنه اتنين عشره، على قد ما يكون حواري وحسابي معاك. بس ساعتها مش هيكون فيها كلام، هيكون خلص الكلام. واللي قبل التاني حلال على التاني. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.